من مركز قطر للمؤتمرات ننقل لكم فعاليات أحداث تجهيز معرض أبحاث الطلاب الخامس ملتقى التعليم المنعقد من 8 إلى 10 إبريل. فلنذهب معا لنرى تجهيزات المعرض. معرض أبحاث الطلبة هو التتويج اللي بيجمع كل الطلاب في مكان واحد علشان الطلاب يظهروا ابتكاراتهم وإبداعاتهم. الطالب لازم يعرف هو وصل لفين من البحث العلمي علشان أعرف مستواي الحي من البحث العلمي. لازم أشوف يدخل في منافسات، يشوف مستويات أخرى، يشوف مدارس أخرى عشان يعرف هو هل هو فعلا أجاد في اشتراكه في المعرض هذا العام، ربما المعرض القادم يحسن وهكذا، فيتعرف على أفكار وابتكارات أخرى. معرض أبحاث الطلاب كتير له أهمية بالنسبة للطلاب، بيساعدهم يشوفوا الأبحاث، معظم الأبحاث المشاركة من باقي المدارس المستقلة والخاصة للبنين والبنات، وبتعرض بيشوفوا المشاكل المتعرضين إلى اللي عم يبحثوا والحلول المناسبة لها. Students get the opportunity to see scientific research happening from all the schools around Qatar, so they can go and see the other stores and see what they're doing good, how they can improve. It's good competition between the schools to make the best research project that they can. هو بيبقى فرصة طيبة جدا بالنسبة للطلبة بعد عمل منافسة داخلية داخل المدرسة، بيتطلع الطلبة لعمل منافسات خارجية داخل خارج المدرسة، لأن بيبدأ في تنافس ما بين الطلبة بعضهم البعض. كمان الطلبة بيبقى عندهم رغبة في إظهار المجهود اللي هم بذلوه، في إظهار مهاراتهم البحثية اللي اتدربوا عليها داخل المدرسة في إنها تخرج خارج حدود المدرسة. سوينا البحثين بتوعنا على مساحة 50 في 50 80 في 150، وكانت الأبحاث بتاعتنا طبعا منتقاة بعد ما حاولنا ان احنا نطلع أبحاث جديدة فيها شيء ينتفع به الطالب وتكون رد فعلها يعني في الحياة العملية اللي احنا عايشين فيها، مش مجرد أبحاث وخلاص. أكثر من 100 المدرسة يشاركوا في معرض الطلاب الخامس برعاية المجلس الأعلى للتعليم والمشاركة برنامج التربية الإعلامية لمركز الدوحة لحرية الإعلام. ونتطلع لمخرجات بحثية تساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. حمد الكبيسي وأحمد حسن، إعلاميان ناشئان من مركز الدوحة لحرية الإعلام.